كلنا بحاجة للحب، للاهتمام، للشعور يلي بيخلينا نحس بسعادة كتير كبيرة، ولكن أوقات هذا الشعور ممكن ينقلب لكارثة بحال كانت العلاقة مالها صحية ومالها سليمة، ونتعلق بأشخاص هن بسببونا أشياء مالها منيحة أبداً، وما نقدر نتخذ قرار بأنه نحن نتركهم ونبتعد عنهم، وبحسب علماء النفس هذا يسمى التعلق المرضي. صحيح شام، طبعاً هو التعلق هو مجموعة من المشاعر يلي بترجع علينا دائماً بأثر لطيف بحياتنا، ولكن أحيانا مثل ما حكيت شام بيكون الموضوع بياخد أبعاد سلبية، لأنه ممكن التعلق أيضا يعمل لنا، إذا كان الشخص تارك أثر لطيف ومهم بحياتنا ممكن يعمل لنا فراغ كبير، وأيضا بيوصل ببعض الأوقات للناس أنه يعمل لها عائق بإكمال حياتها حتى. طبعا هاي الأمور كلها رح نحكي عنها طبعا مشاهدينا مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، خبيرة علم الطاقة إيمان كرمانشاهي. أهلا وسهلا فيكي. يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي معنا أستاذة إيمان لليوم. أستاذة إيمان، بداية نحن بنعرف أول ما يولد الطفل بيكون متعلق بأمه، بعدها بتكبر الدائرة حواليه، بيتعلق بالأشخاص بقرايبينه، بعدها بفوت على المدرسة بيتعلق بأستاذه وبتعلق برفقاته، ولكن مرحلة المراهقة نحن إمتى بنعرف أنه التعلق طبيعي وإمتى بيتحول لمرضي؟ تمام. هلأ نحن أول شيء بدنا نبلش بقول الإمام علي عليه السلام، بالتخلي تجلي وبالتعلق فقدان، يعني تنتين متناسبتين. نحن التعلق شو يعني تعلق؟ يعني أنت أو أي شخص يعلق آماله وأحلامه وأمنياته وقيمته على شخص ثاني. يعني أنا ما بصير أمشي بدون هذا الشخص، بس أنا سعادتي كلها معلقة مع هذا الشخص. أنا هذا الشخص إذا ما كان بحياتي أنا حكون تعيس تماماً، أنا رح كون ما أقدر أعمل شيء بهالحياة. هذا هيك التعلق، هذا اسمه تعلق، هذا مو اسمه حب، هذا اسمه طب تعلق. طب هذا الموضوع هو خاطئ شيء؟ يعني مثل ما حكيت شام إنه هو إنه أنا غلط إنه يكون في أشخاص بحياتي عم يقدموا لي هذا الدعم المعنوي؟ هلا الدعم شيء والتعلق شيء تاني. التعلق أنت شخصك، أنت متعلق بهدول الأمنيات وحاطت قيمتك على هدول الأشخاص. الدعم هن اللي يعطوك دعم. هلا مثلا الولد مثل ما قالت انه الولد بيخلق من هو صغير بيتعلق بامه، لا هي الام بتكون متعلقه بابنها. الولد ما بيعرف يعطي، لا بيعرف يعطيك، ولكن هو اذا بعد عنا دقيقه بتلاقيه بيبكي. هذا يعني حب. هذا حب. هو الولد بحب امه والام بتحبه. هلا الحب مفتوح، هذا تعلق طبيعي. نحن في هذا التعلق هو طبيعي. مفتوح. حبي قد ما بدك. تعلق متى ما قلتي تعلق صار مرض. يعني نحن بدنا نبعد قد ما بنمكن بقدر الامكان انه نقول تعلق. نحن طوال ما لو مضمور حب فهو كثير منيح. معناها نحن هلا وصلنا لتوصيف انه التعلق هو مرض. تمام. بغض النظر عن اي شيء. تمام. شو ما كان اسمه التعلق هو، لانه بحد لك من امكانياتك، بحد لك من مشاعرك، بحد لك من كل امورك اللي انت بدك تنطلق فيها للحياه. ولا ممكن يكون في تعلق ايجابي؟ لا أبدا. طيب الخيط الرفيع اللي بيفصل بين الحب والتعلق كيف فينا نميزه؟ أنا شو بحس على حالي وقت أكون متعلقة؟ تمام. هلأ في قول بيقول وجعلنا، والقول بالقرآن الكريم وجعلنا بينكم مودة ورحمة. يعني العلاقة بين اثنين هي مودة ورحمة. هي أني أنا أترك لك مجال، أنك يعني كشب أنه يترك لك حرية، مجال انك تتصرفي، وانت تتركي له مجال حريه تنفس انه هو يتصرف. يعني هون لما انت بتتركي له حريه وهو بيترك لك حريه، شو صار؟ انه انا راجع لورا، تركت لك انت الحريه وانت يعني ما عدت انا. لا انت اذا ما كنت بحياتي انا بموت، انت اذا ما كنت معي بهذا الموضوع انا ما فيني اتنفس، انا ما فيني اتحرك، انا ما فيني اعمل، انا ما فيني. اول درجات التعلق هي لما بتحطي انت سعادتك على شخص معين. طيب انا كيف ممكن مثلا، انا في ناس مثلا بحياتنا ممكن يتركون اثر كثير جميل ولطيف وبيقدموا لنا دعم ومساعده، فهو هذا الحاله التلقائيه ما بكون انا فيني سيطر عليها، يعني انا متعلق بهذا الشخص لانه كثير حدا منيح. هلا انت طوال شو قلت بطريقه، قلت انا ما فيني احس حالي سعيد اذا ما اعطيتهم هي الشغله، عرفت؟ يعني طبعا. انت علقت سعادة على هن، على عطائهم، انه قدموا لك كثير منيح واعطوك كثير منيح وساووا لك كثير. في تعلق سلبي، في تعلق ايجابي، بس هذا التعلق شو ما كان التعلق مهم، لانه نحن كل شيء متغير
قابل للإزالة ما بنتعلق فيه. نحن بمين بنتعلق؟ برب العالمين، لأنه هو غير قابل للإزالة وغير قابل للتغيير. أي شخص بحياتك ممكن يتغير، سلوك، تفكير، مشاعر، أنا ما بتعلق فيه. تمام. حط مشاعري أنا لازم يكون عندي كنترول، إني أنا حافظ على حالي، حافظ على مشاعري، أعرف ذاتي. معناتها يعني بنرجع للموضوع الأطفال اللي هن الأساس، واللي أي شو ما حطينا فيهم هن رح يتعلموا. الأسرة شو دورها هون؟ سواء ما عطت الحب والعطاء الكافي للطفل، كان في زعزعة بالثوابت الأسرية تحديدا بالبيت، هل الطفل اليوم ممكن بعد ما يراهق يدور على الحب برا؟ هلا نحن متى ما عرفنا كيف نبرمج عقل اللاواعي عند الأطفال، ابنك لما بيكون صغير تعطيه مد وجزر. أنا بحبك ماما، بس أنا عندي شغل، أنا بدي أروح على شغلي. لما الابن كتير بده يتعلق بأمه ما لح يسمح لها تروح على شغلها، تمام؟ ما لما بيكون مثلا بابا أنا كتير بحبك وأنا كتير بحب كون أنا وياك، بس أنا عندي سفرة رح أروح على هاي السفرة وأرجع لك بشغلات كتير حلوة. هيك أنت بتكوني كان عندك مرونة، مد وجزر. أنا للولد لما بعطيه أهميته وبعلمه أنه أنا عندي أنا أعمالي وأشغالي وأنت عندك أعمالك وأشغالك، أنت عندك مدرستك، عندك الماما بدير بالك على البيت، أعطيتي مسؤولياته للولد. لما بتعطيه مسؤولياته للولد بيعرف أنه هو مسؤول، مسؤول عن أمه حتى كمان، مسؤول عن أبوه، مسؤول عن بيت، مسؤول عن غرفته، مسؤول عن كل حياته. ما بيعود عنده هذا التعلق، يعني أنا ما لازم أتعلق، لا ماما عندها هاي الشغلة بدها تعملها لازم هي تتركنا، وبابا عنده هاي الأمور بده يعملها، بده يسافر مثلاً، في نحن بحاجه انه هو يكون مسافر، لا مو انا متعلق بابا لا خلص ما لازم يسافر لا. طب ممكن هلا العالم عم تسمعنا مثلا تقولوا انه كانكم عم تقولوا انه مطلوب انه نعمل علاقات عقليه اكثر، يعني تكون بعيده شوي عن المشاعر، وانه تكون فعل ورد فعل، حدا عمل معي شيء منيح فما عمل معه شيء منيح، حدا عمل معي شيء سيء. هو حلو هو حلو سؤالك، بس حذير شو هلا، هو نحن لازم نحب ونعطي العنان للحب. الحب غير التعلق، الحب انك تعيش المشاعر كامله بس بحب بدون تعلق. الحب بيعطيك موده ورحمه، بس التعلق بيعطيك مشاعر مميته، مشاعر كثير قاسيه. كيف ممكن يميز الواحد بيناتهم؟ هلا انت لما بتصل لمرحله انه هذا الانسان انا اذا ما عاد فيني اعيش بلا، هذا تعلق. تمام انا هذا الانسان بتنفسه تعلق. تمام. لمين قال انه القلب والعقل مو متناغمين مع بعضهم؟ هلا نحن في شغلات خاطئه عند الشباب عم ياخذوها على السوشيال ميديا، انه واو الحب لازم تعطي شغلات مو طبيعيه وتحبيه وتتفاني او هو يتفانى ويعمل لها المستحيل ويفرش لها الارض، يعني عم يبرمجوا عقول الشباب على اشياء خاطئه. وهل التعلق بس مرتبط بالاشخاص ولا لا كمان بالاشياء؟ بالاشياء في عالم اليوم بنشوفها متعلقه بقطه، يعني بحيوانات الاليفه، في عالم كثير متعلقه بهي الكنزه، بتقول لك انا بغسلها وبلبسها وبرجع بنشرها. يعني هو لا يقتصر فقط على الناس وعلى الاشياء كمان. اشياء كمان في وحده، في ناس متعلقين انه انا لازم انحف. هل هذا تعلق كمان مرضي طبعاً ولا مرضي؟ لا طبعا مرضي، اي شيء بتتعلقي فيه مرضي. بتعلق بتقول انا متعلقه بهدف انه انا بدي انحف، كيف بدي تكون صورتي؟ بدي انحف. ما عاد تنحف بحياتها. كل وحده بتقول انا بدي انحف ما عاد تنحف، بتقول انا حلوه شو ما كنت، انا حلوه، انا بمجرد نظام غذائي عادي انا رح صير من احلى ما يكون. وتقيم شو اسمه قيمه، لانه هي اذا نحفت بتصير احلى وكذا، عرفتي؟ متى ما قامت هاي القيمه خلص بترجع، ومتى ما هي تخلت تجلي بيجي لعندها، تخلت انه انا ما بتفرق معي انحف اسما عادي طبيعي بترجع عادي. في كمان كثير اولاد بيتعلقوا بامهاتهم، امهات بيتعلقوا باولادهم. ولكن يعني دائما بيقولوا بعلم الطاقه وخبراء التنميه بيقولوا انه لا انت فكر بالشيء ولا تحصل عليه، لا تقدر تحصل عليه. ما بعرف اذا هي طريقه صحيحه. تمام. نحن ايوه مضبوط. هلا في فرق بين التعلق والجذب، او تعلق بامور الجذب اللي بدك تجذبيه. يعني هو الموضوع جدا اللي بدك تجذبيه اذا تعلقتي فيه ما عاد يجي. هو الموضوع بقانون الجذب. تمام. بقانون الجذب انك انت تعملي على الهدف اللي انت بدك تشتغلي عليه وتنسيه.
يعني تعملي له جذب. نعم. وتنسيه. ولكن ما اتعلق فيه. تنسيه. اها. متى ما نسيتيه بيجي لعندك. اذا ضليتي عم تفكري هلا بقانون الجذب اللي بدك تكتبيها، مثلا عباره بدك تكتبيها 21 يوم لمده 14 يوم، هي العباره بتكتبيها بتطويها بسكريه بتحطيها على الرف وبتعيدي تعيشي حياتك. متى ما تعلق، اذا انسان واحد فقط، يعني مثلا انت بقانون الجذب عم تقولي لامك انا يا ماما عم بجذب كذا، وقفت امك. قديش حنان الام متعلق، يعني قديش امك بتحب لك الخير، بس هي جذب علاقه بينك وبين رب العالمين. لما انت بتقوليها قدام حدا حطيتي عائق. بدنا نشكر جزيل الشكر طبعا خبيره بعلم الطاقه السيده ايمان كرمانشاهي، شكرا كثير لك، شرفتينا بالاستضافه. يعطيكم الف عافيه.